بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. للصيام قدسيته وإشعاعاته التي تنبض على القلب فرحة، وعلى البدن إيمانا، وعلى البدن إيمانا وبركات ونفحات طيبات يعيشها المسلم في ظلال هذه الأجواء الإيمانية من هذا الشهر الكريم وهذا الشهر الفضيل. إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا إلى مفتتح هذه الليلة مع القرآن الكريم في شهر القرآن. هيا معا مع هذه التلاوة المباركة مع القارئ الشيخ عبد الرحمن فرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قرضاً حسناً يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم
وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. ليلة الانتصار في ليلة بدر المباركة التي يقول أحد العلماء إنها المعركة أو إنها الغزوة التي قادها الله بنفسه، فكان الانتصار العظيم للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وها هي تذكرنا بأن شهر رمضان ليس للعبادة فقط، فهو ميدان ومحراب، ميدان انتصر فيه المسلمون على جحافل الشرك و الكفار. فهيا معا إلى حديث النصر مع غزوة بدر مع الشيخ الدكتور خالد أبو العز. الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها الأحبة في الله، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات، حديثي معكم بمشيئة الله تعالى حول يوم من أيام الله المباركة التي وقعت في شهر رمضان المبارك من العام الثاني الهجري. حديثي معكم عن يوم بدر. يوم بدر أجاد الله سبحانه وتعالى فيه بالتأييد والتثبيت لعباده المؤمنين الذين أوذوا وأخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، فأذن الله تعالى لهم بأن يدفعوا الظلم عن دينهم ووطنهم وأنفسهم، حيث قال الحق جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يوم بدر نال كل من شهده من البشر والملائكة الشرف الأعظم. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خيارنا. قال: ونحن نعد من شهد بدرا من الملائكة؟ هم عندنا خيار الملائكة. المتأمل أيها الأحبة في يوم بدر يجد فيه الكثير والكثير من الدروس والعبر النافعة. على رأس هذه الدروس والعبر التفاف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حول قائدهم. يجسد لنا ذلك سيدنا المقداد بن عمرو حين قال: يا رسول الله امضي لما أمرك الله، يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك
فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. من أهم الدروس التي يمكن أن نستفيد بها في ديننا ودنيانا أيضا حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى المبني على الأخذ بأقصى درجات الأسباب المتاحة، مع البعد كل البعد عن عوامل الهزيمة كالاختلاف والتنازع والتنافر. رسول الله صلى الله عليه وسلم صف صفوفه وجيش جيشه ونزل إلى جوار أقرب ماء، كل ذلك من باب الأخذ بالأسباب. ثم هو مع ذلك لم ينسى السلاح الذي ينبغي أن يتسلح به كل إنسان في كل الأوقات، لا سيما في أوقات الشدة، ألا وهو ذكر الله سبحانه وتعالى، تطبيقا لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بعد أن أخذ رسول الله وأصحابه بالأسباب جاء النصر من الله سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. يوم بدر نتعلم منه حسن الوفاء بالعهد حتى مع الأعداء. سيدنا حذيفة ووالده يقطع عليه المشركون عهدا ألا يشارك محمدا صلى الله عليه وسلم في المعركة، فيذهب إلى رسول الله في المدينة ويقص عليه الخبر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يوفي لهم بوعدهم له ويترك حذيفة ووالده في المدينة دون قتال، وفاء للعهد الذي قطعه المشركون معه. أيها الأحبة في الله، الدروس المستفادة من يوم بدر كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، ولكننا ما أحوجنا إلى أن نستفيد من هذه الدروس لننتصر على شهواتنا وننتصر على أنفسنا خصوصا ونحن مقبلون على الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لاغتنام هذه العشر الأواخر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. إلى هذه الأدعية والابتهالات الدينية مع المبتهل الشيخ شريف خليف. صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول الله. لا خلق أبدا يقدر اللهم تقبل صيامنا وتقبل صلاتنا واحفظ بلادنا ارفع عنا البلاء والوباء يا يا يوم بدر والمقام يصان بك دائما أيامنا يا يوم بدر والمقام يصان بك دائما أي Yeah.
سبحان باق ليس يهزم جنده أبدا وليس لغيره السبحان يوم التقى الجمعان جمع وصفه بغي وآخر وصفه الإيمان نزلوا ببدر والقلوب جميعها مستبشرات كلها اطمئنان ويقودهم خير ويقودهم خير الأنام محمد الرحمة المهداة